أداءها رائع ما يختلفش عليه. أنا لسه بتكلم أستاذ أحمد، أداءها هايل، فيعني إيه بالتوفيق. طيب حاضر، نروح نشوف الفنانة يارا. أنت مني ونرجع لكم مرة تانية. أغنية أنت مني كلمة كبيرة أوي، يعني لما حد يقول لحد يعني انت مني، لا يعني كلام كبير طبعا. يا رب يعني اختيارها موفق جدا في الكلمات والالحان، يمكن يعني ما نفتكرهاش في الفتره الاخيره. اسمعنا ما يهمك الفنانه يا رب. لا بجد اختيارها للكلمات هايل جدا. نروح على طول، نروح نسمع يا رب وحاول مره، نرجع لكم مره ثانيه. 3-1 للفنانه يا رب، وكنا معانا اغاني ليها انت مني ما يهمك حاول مره شافوه هايله. تعالوا نتكلم بقى على اغنيه طلبت منا كتير جدا، واحنا اسفين احنا مش بناخد تليفونات في الوقت الحالي عشان يمكن معانا اغاني، واحنا وعدنا ان احنا هنسمع ونشوف الاغاني ديت، فاحنا محتاجين نغير يعني نخلص بلاي ليست وبعد كده هناخد كام تليفون قبل ما ننهي الحلقه. وكنا بنتكلم النهارده في موضوع ايه اهم المواصفات في فتاه او فتاه الاحلام، وايه المواصفات اللي ما ينفعش لو ان هي المواصفات ديت موجوده ما ينفعش ترتبطي بالشخصيه اللي قدامك حتى لو كان A بلس. تعالوا بقى نتكلم على اغنيه طلبت منا كتير جدا، هي الفنان محمد حماقي. هي اغنيه واحده واحده اللي قدمها فيلم جعلتني مجرما 2000 عام 2006، وكانت التجربه الوحيده لحماقي في اغاني الافلام. وبنهدي الاغنيه بتهدى لامنيه صديقه البرنامج وكل جمهور محمد حماقي. مين امنيه دي يا احمد يا طارق؟ انت تهدي مين؟ انت مش اوكي. طيب دي الاغنيه مهداه لامنيه واحده واحده للفنان محمد حماقي، ونرجع لكم مره ثانيه. خلصت، فيعني كان موضوع حلقة النهارده كنا حابين نتكلم فيه اكتر، بس اكيد هنتكلم فيه بس مش في الحلقه الجايه بقى، في حلقات بعد شويه بعد فترات جايه. نورتونا النهارده، ودي كانت حلقتنا النهارده مزيكا على في الحلقه كلها مهداه للفنانه العظيمه ورده. 22/7 عيد ميلادك كل سنه وانت طيبه وعقبال مليون سنه. وطبعا يعني احنا باذن الله في احدى البرامج هتكون على نايل لايف هيكون في حلقه خاصه للفنانه ورده، بس للاسف احنا برنامجنا مش مخصص للاغاني اللي نقدر نقول الاغاني الكلاسيك القديمه، بس باذن الله الفتره اللي جايه هنكون مهتمين اكتر بالفنانه ورده، ونطلب من احمد طارق برضه فقره 3-1 يكون معانا الفنانه ورده. كل سنه وانت طيبه يا جميله، عقبال مليون سنه، نشوفكم يوم الخميس الجاي ومزيكا على لايف.